أستضيف اليوم علما من أعلام البحرين سماحة الشيخ العلامة محمود العالي. عرف سماحة الشيخ لأنه يمتاز بمستوى علمي رفيع وموسوعية الابتلاء وسعة الصد ونبل الأخلاق وطيب البشرة والحس الأبوي الذي يحتضن الجميع. نستقبل سماحة العلامة معطرا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ابتداء أود أن أعرب عن شكري وتقديري ومحبتي للأخوة الأعزاء لإتاحة الفرصة لحديث من الأحاديث المهمة وضروري تناولها من نواحي وجهات متعددة، وهو أهل البيت والقرآن. هذا عنوان أوسع، دور أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم في حفظ القرآن، دور أهل البيت في تفسير القرآن، دور أهل البيت في تحريك القرآن عمليا، دور أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم في التفعيل لمفاهيم القرآن. كل هذه نواحي تحتاج إلى طرح وإلى تناول علمي. هذه المحاضرة تعتبر تكميل أو جزء من المحاضرة التي ألقيت في شهر رمضان المبارك، فلذا تعتبر هذه الحلقة هي من حلقات ذلك الحديث حول المدارس التفسيرية. وطبيعة الحديث عن دور أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم عن القرآن ودورهم التفسيري للقرآن الكريم يأخذنا إلى الحديث عن عدة نقاط. هذه النقاط أعتبرها مدخل لهذه الحلقة من الحديث، ولذلك قد لا يسع الوقت لتناول الحلقة الرئيسية التي أردنا أن نعنون بها حديث هذه الليلة، فهي مدخل مهم جدا، ومن الضروري أن نقف على هذا المدخل لحلقة الحديث، وهي دور أهل البيت، مميزات تفسير أهل البيت للقرآن الكريم. فبينصب حديثي في هذه الحلقة حول هذا المدخل، لأن طبيعة الحديث عن دور أهل البيت في تفسير القرآن يجرنا إلى هذه المجموعة من الأحاديث التي تعتبر مداخل للعنوان الرئيسي. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله من الأحاديث المشهورة والمستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث لا نحتاج إلى ملاحظة السند بعد أن استفاض هذا المضمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا نحتاج إلى البحث السندي. الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فسر القرآن برأيه كفر. هذا المضمون أكد عليه أئمة أهل البيت في حالة من التحذير وحالة من التنديد بأن يتوجه الإنسان إلى القرآن برأيه ويفسر القرآن برأيه. لماذا هذا التأكيد والتشديد على هذا الموضوع، موضوع تفسير القرآن بالرأي؟ بعض الأحاديث إذا أخذناها منفصلة عن جو صدورها قد لا تفهم فهما حقيقيا لما نأخذها عن
جو صدورها ما تفهم فهم حقيقي. فمن هنا من الضروري لما نريد نفهم بعض الأحاديث أن نلاحظ جو صدورها في أي جو صدرات. وهذا ما حاول أن أتناوله في عدة نقاط. لماذا أكد أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تبعا لجدهم الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير والتأكيد على مسألة أن نجنب القرآن آراءنا، والتأكيد على عدم الانفصال عن مسألة مرجعية أهل البيت؟ نحن نؤمن من منطلق ما نمتلك من الأدلة أن للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مرجعيتان: المرجعية السياسية والتي أكدتها أكثر من آية وأكثر من حديث، المرجعية السياسية المتمثلة في قيادتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم للواقع السياسي للأمة، هذه المرجعية السياسية، والتي يكون واحد من مستندها قوله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذه مستند المرجعية السياسية، وأحاديث متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله، وعلى رأسها حديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، الحديث المعروف. أيضا هذا يؤكد مرجعية أهل البيت السياسية. المرجعية الدينية، هذه هي المرجعية الثانية لأهل البيت، مرجعيتهم الدينية. مرجعيتهم الدينية تعني أنهم الذين يبينون الحلال والحرام، أحكام الشريعة، تفسير القرآن، معارف الدين، كل ما يرتبط بالجانب الديني والفكري والتشريعي والأخلاقي والعقدي، هذه مرجعية دينية، وأكدها وأسس لها الحديث المعروف وهو حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه المرجعية الدينية أكدها حديث الثقلين، وكذلك أكدتها عشرات الأحاديث، عشرات الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكدت على مرجعيتهم الدينية، مثل حديث السفينة المعروف والمشهور، وهو حديث أيضا متواتر: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها ضل، وفي بعض الروايات هلك، وفي بعض الروايات ضل وغوى، على تعابير مختلفة، المعروف بحديث السفينة. هذه المرجعية الدينية والمرجعية السياسية، نحن أتباع أهل البيت بما قادتنا الأدلة نؤمن بالمرجعية السياسية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وإن لم يلتزم بها جمهور المسلمين، لكننا نؤمن بأن المرجعية السياسية لأئمة أهل البيت دون من سواهم. المرجعية الدينية كذلك نحن نلتزم بمرجعيتهم الدينية لما ساقته الأدلة لنا من ضرورة التمسك بالمرجعية الدينية. هذه المرجعية الدينية لها مميزاتها، المرجعية السياسية أيضا لها مميزاتها. أهم مميزات المرجعية الدينية لأهل البيت التي دلت عليها الأدلة المتوفرة لدينا: أولا، أن هذه المرجعية منحصرة بهم، وهذا أمر مهم جدا، بمعنى أنه لا يمكن للإنسان المسلم ولا يسع الإنسان المسلم أن يأخذ معالم دينه وأحكام دينه، تفسير القرآن، معارف القرآن، الأمور العقدية، القضايا العقدية، من غير أهل البيت. هذا مقتضى مرجعيتهم الدينية
من مميزاتها انحصار المرجعية الدينية في أهل البيت دون من سواهم، ولذلك جاء في أحاديث متعددة بهذا اللفظ، وهو قول لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، فإنهم أعلم منكم ولا تسبقوهم. لاحظوا هذه الكلمة لا تسبقوهم، وفي بعضها لا تتقدموا عنهم. نقرأ هذا المضمون في أكثر من دعاء، في أكثر من زيارة، أن المتأخر عنهم زاهق، والمتأخر والمتقدم عليهم أيضا هالك. من يتقدم عليهم يهلك، ومن يتأخر عنهم يكون ماذا؟ زاهق. وأن العامل بقولهم هو الناجي، أو اللاحق بهم هو الناجي. لا تقدم لا تأخر، وإنما يكون لحوق، يعني اقتفاء للأثار. هذه أهم ميزة لمرجعيتهم الدينية التي دلت عليها الأدلة، انحصار المرجعية الدينية بهم، بمعنى لا يصح للإنسان المسلم ولا يسعه أن يأخذ بخلاف قول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لا يمكن أن يأخذ قول صحابي، لا قول تابعي، لا قول أئمة مذاهب، لأن المرجعية الدينية في فكر المسلمين تتنوع هذه التنوعات، قول الصحابة، قول التابعين، وأئمة المذاهب. المرجعية الدينية التي دلت عليها الأدلة تنحصر مرجعية أهل البيت، أو المرجعية الدينية في أهل البيت دون من سواهم، لا صحابة، لا تابعين، لا أئمة مذاهب. هذه ميزة رئيسية وأساسية، خلاصتها انحصار المرجعية الدينية بما تمثله من أخذ معالم دين، من أخذ تفسير قرآن، معارف الدين، أحكام الدين، كله ينحصر بأهل البيت دون من سواهم. الميزة الأخرى لمرجعية أهل البيت الدينية أنها تمثل أمانا من كل زيغ، من كل ضلال، من كل ماذا؟ انحراف. ومعناه لا يمكن للإنسان أن يأمن من السقط والانحراف والزيغ والضلال إلا في ظل الأخذ بقول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وأما إذا أخذ معالم الدين من غيرهم فهو في زيغ، في ضلال، في انحراف، وهذا ما دلت عليه أحاديث كثيرة، منها حديث الثقلين المعروف: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. يعني الأمان من الزيغ، الأمان من الانحراف، الأمان من السقط هو في الأخذ بقول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه أهم ميزة لمرجعيتهم الدينية، انحصار المرجعية الدينية بهم، واحد. اثنين، أمان من كل زيغ، من كل انحراف، من كل ضلال. ومعناه أن ما يقال عنه مرجعية دينية في الفكر الآخر للمسلمين ليس أمانا من الزيغ، ليس أمانا من الانحراف، ليس أمانا من السقط والوقوع. هذه أهم مميزات مرجعية أهل البيت الدينية. مرجعيتهم الدينية واحد من أهم أدوارها كون علم القرآن منحصر بهم. ما يمكن أن الإنسان يأخذ علوم القرآن، تفسير القرآن، فهم القرآن من غيرهم، غيرهم ما يمكن، وهذا ما سوف نتناوله في الحديث إذا وسع الوقت. الحديث الذي صدرت به حديثي، وهو الحديث المشهور المستفيض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب، أو عفوا، من فسر القرآن برأيه فقد كفر. ما هي أجواء صدور هذا الحديث حتى نفهم ليش هذا التأكيد والتشديد على أن من فسر القرآن برأيه كفر؟ ليش مختار مثلا عقوبة معينة، مثلا يخلد في جهنم، اختار مثلا لفظ آخر أنه هالك، لفظ مثلا أنه مثلا بعيد عن الله سبحانه وتعالى؟ لماذا اختيرت لفظ كفر؟ يعني اللي يفسر القرآن برأيه
يعادل الكفر بالله سبحانه وتعالى أو الكفر بالإسلام. لماذا هذا التأكيد جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أئمة أهل البيت؟ أئمة أهل البيت أكدوا على هذا الأمر، وهو أنه العقول، عقول الناس، عقول الرجال هي بعيدة جدا أن تفهم القرآن، بل في بعض هذه الأحاديث ورد عندنا هذا التعبير أنه لا يفهم القرآن إلا من خوطب به. ليش هذا التأكيد؟ لابد نفهم المناخات التي صدر فيها هذا الحديث. أستطيع أن أذكر هناك عدة عوامل، بس بقتصر على عاملين. لماذا هذا التأكيد على هذا الموضوع؟ لعدة عوامل. على رأس هذه العوامل عاملان. العامل الأول المناخات التي صدر فيها هذا الحديث. هناك مناخات متعددة في صدر الإسلام، هي المناخات المتعددة فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أئمة أهل البيت أن يأخذوا ما يعبر عنه بالسياسة الوقائية، السياسة الوقائية، حتى لا يقع المسلمون في هذا المنزلق الخطير وهو أن يفسروا القرآن برأيهم. لكن ما هي المناخات التي أدت إلى هذه الثقافة، ثقافة تفسير القرآن بالرأي؟ هناك مجموعة من الأمور تندرج تحت عنوان هذه المناخات. الأول، نحن نعلم أن الحديث النبوي فرض عليه حظر من زمن عمر بن الخطاب إلى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز، ما يقارب كم سنة؟ قرابة 80 سنة، هذا المقدار، قرابة 80 سنة الحديث النبوي محظور كتابته، محظور أن الإنسان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قرابة كم؟ 100 سنة. 100 سنة المسلمون في منع من كتابة الحديث، تدوين الحديث، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتيجة عوامل متعددة فرضت. هذا طبيعته مع انضمام النقاط الأخرى يفتح المجال أمام من يتصدى لتفسير القرآن. إذن هذا واحد من المناخات، وهي منع الحديث النبوي، كتابة الحديث، تحدث بهذه الأحاديث. يعني تشدد كبير على مسألة منع الحديث النبوي. اثنين، الالتزام بعدالة كل الصحابة. وجدت ثقافة، هذه الثقافة تبنت نظرية أن كل الصحابة هم ماذا؟ عدول. من جهة ثانية مفهوم الصحابة صار توسع فيه، يعني بعضهم يرى أن الصحابي هو مجرد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. الآن مدة صحبة للنبي، مدة ملازمة للنبي، لا توجد ضوابط. يعني في هذا الرأي، وهذا رأي مو رأي شاذ عند المدرسة الأخرى، بل هذا رأي يمكن أن يقال من الآراء المشهورة، حتى أن السيوطي في تدريب الراوي يقول اختاره أئمة الفقه. يعني القول بأن الصحابة هو كل من رأى النبي ولو لم يسمع حديثه ولو لم يصحبه مدة طويلة، هذا عادل ويجب احترامه وتقديره، هذا رأي يمثله أئمة الفقه، يقول هذا السيوطي في كتابه تدريب الراوي. وهكذا في الباعث الحثيث في معرفة الحديث أيضا نسبه إلى أئمة الفقه، أن الرأي المعروف عندهم أن كل صحابي رأى النبي ولو مرة واحدة فهو صحابي محكوم بعدالته، يجب احترامه، يجب تقديره، من دون ضوابط، من دون أن تضبط المسألة بضوابط من حيث التدين، التقوى، أضبطية في نقل الحديث، مدة صحبته، ما موجودة المسألة،
مسألة يعني هكذا مطاطة وواسعة، ومن الطبيعي أن هذا يفتح المجال واسعا أمام أنه كل واحد صحب النبي يفسر القرآن برأيه ويقول في القرآن ما يشاء، لا يمكن لإنسان أن ينتقده، لا يمكن لإنسان أن يرد عليه، لا يمكن لإنسان أن يناقشه، لأنه ماذا؟ صحب النبي صحابي، والصحابة كلهم عدول يؤخذ عنهم معالم الدين. الأمر الثالث من هذه المناخات هو مسألة وجود الأقليات والقوميات التي دخلت في الإسلام في الفتوحات. طبيعي أن هؤلاء كانوا مجتمعات مثقفة تحمل فكر معين، تحمل فلسفات معينة، مو مثل العرب الذين هم لا حضارة لهم ولا ثقافة ولا علم ولا أبدا. لا، هؤلاء مجتمعات متطورة، مجتمعات متحضرة، مجتمعات لديها ثقافة وعلم ويعني فكر معين. خب جاءوا بهذه الخلفيات الفكرية، جاءوا بهذه الخلفيات الفلسفية، جاءوا، ومن الطبيعي أن يحملوا أفكارهم على القرآن الكريم، فيختلط ثقافتهم البشرية بتفسير الوحي. هذا من المناخات التي جعلت النبي يحذر مسبقا من أن يخلط الوحي وكلام الوحي بهذه يعني الثقافات القبلية، قبلية الثقافات القبلية والفكرية والفلسفية. الأمر الرابع اللي يندرج تحت هذه المناخات محاولة، وهذا مؤسف يعني جدا، أن تبرز عناوين في مقابل العناوين التي نص عليها النبي. مثلا احنا نشوف أمير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معروف قال لا يفتي أحدكم وعلي موجود، أقضاكم علي، أعلمكم علي. النبي في أكثر من حديث صرح وأكد على أن الدين يؤخذ من علي صلوات الله وسلامه عليه، في مقابل ما أسس له النبي من تأصيل هذا المضمون وبيان أن أمير المؤمنين هو المفسر للقرآن، هو الذي تؤخذ منه عالم الدين. السياسة، مدرسة الخلفاء أبرزت شخصيات فقالوا أعلمهم بالقرآن عبد الله بن مسعود، بعدهم جاب عبد الله بن أبي، بعضهم قال أنه كعب الأحبار، بعضهم جاب عبد الله بن عباس. خب هذا طرح الشخصيات محاولة لبيان أن المرجعية في تفسير القرآن وفهم القرآن وأخذ معالم القرآن مو منحصرة في علي وأهل بيته، وإنما هناك شخصيات أخرى. هي الشخصيات الأخرى أما أنها في وزن علي معاذ الله، أو أنها ترجح على علي بن أبي طالب لأن عندها علم القرآن تفسير القرآن، حتى قالوا بأن في بعض الكلمات هالشكل لما نقرأ عن عبد الله بن مسعود قالوا بأنه أوتي فهم القرآن، عبد الله بن مسعود هو الذي أوتي فهم القرآن. خب هذه ما يمكن احنا نفهمها كذا، إنما هذه الكلمة ليست تقييمية بقدر ما أنها تؤسس وتؤصل لفكر مضاد لما أسس له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المناخات اللي فرضت، تعبير يمكن يصير في قصور بس أقول، هذه المناخات هي التي فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصدر منه تحذيرات متعددة ومسبقة أن الناس نتيجة هذه الأمور يعتمدون في تفسير القرآن وفهم القرآن على غير المفسرين الحقيقيين الذين نصبهم ونص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عامل. العامل الثاني أن القرآن الكريم نزوله كنزول احتفى بعدة ظروف وملابسات، هذه الظروف والملابسات من طبيعتها أن تؤثر على فهم النص. يعني ما يمكن احنا نفهم النص فهما
صحيحا وفهما واضحا من دون أن نلاحظ ظرف صدوره، الملابسات التي اكتنفت صدور النص ونزول الوحي القرآني. هذه الظروف والملابسات هل عبر عنها الحديث المعروف عن علي صلى الله عليه يبين فهم للقرآن الكريم، وأنه اختص بفهم القرآن بقوله ما من آية نزلت إلا وأعلم متى نزلت، في ليل أو نهار، في سفر أو حضر، في حرب أو سلم، وفي من نزلت، وأعلم الناسخ والمنسوخ والخاص والعام. يعني هي مجموعة ظروف ومجموعة ملابسات نزول الآية في وقتها وزمانها وأشخاصها، في ناسخة منسوخة خاصة عامة، كل هذه الظروف تؤثر في فهم القرآن الكريم. يعني إذا إنسان ما ملم بهذه الظروف، ما ملم بهذه الملابسات، من الطبيعي جدا أن يكون فهم للنص القرآني فهما غير صحيح، فهم لا يمثل الحقيقة، بل فهم منتقص وفهم غير كامل. أما الذي يعلم بهذه الظروف، متى نزلت الآية، في أي وقت، في ليل، في نهار، في سفر، في حضر، في حرب، في سلم، في من نزلت، الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، كل هذا يؤثر بلا شك في فهم القرآن الكريم. ولذلك نجد أحاديث، هي الأحاديث صحيحة وصريحة في بيان هذا المعنى. لاحظوا ما رواه الشيخ القليني قدس الله سره الشريف في أصول الكافي بسند صحيح عن أبي الصباح قال: والله قال لي جعفر بن محمد عليهم السلام، يعني هذا أبو صباح الكناني لاسم إبراهيم بن نعيم وهو ثقة، يقول الإمام الصادق فيها: أنت ميزان لا عيب فيه أو لا شين فيه، والله قال لي جعفر بن محمد عليهم السلام إن الله علم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم التنزيل والتأويل، يعني مو فقط علم نزول الآيات، تأويلها. التأويل كما سوف يأتي أيضا أعظم من التفسير، تأويل القرآن أعظم من تفسير القرآن. ولذلك الآية تقول: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. حصر تأويل القرآن بالله جل وعلا، بذات الحق جل وعلا، وبالراسخون في العلم. إن الله علم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم التنزيل والتأويل، فعلمه رسول الله، أو فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلمه علي، يعني النبي استوعب التنزيل، استوعب التأويل، فعلمه رسول الله وعلمه عليا. ثم قال الإمام الصادق، عفوا الإمام الباقر: وعلمنا والله، يعني أمير المؤمنين هذا العلم، علمه أبناءه. رواية ثانية جميلة جدا هذه الرواية، عن موسى بن عقبة أن معاوية بن أبي سفيان أمر الحسين عليه السلام أن يصعد المنبر. طبيعي أنه كان هؤلاء مو الغرض أنه يبينون فضائل الأئمة وعلمهم ويعرفون الناس، لا، إنما كانت سياسة يتبعونها بظنهم واعتقادهم أن هؤلاء يعني ينحرجون، بينكشفون، ما عندهم مستوى. فلما معاوية يطلب الحسن، يطلب من الإمام الحسن سلام الله عليه يصعد المنبر، مو احترام وتوقير ولا، إنما يتوهم أنه شنو هذا بيحسن من الكلام، أو لما يأمر الحسين شنو بيقول هذا من الكلام. فهم ظنا منهم، وخابت ظنونهم، ظنا منهم أنه إحراج لأئمة أهل البيت. ولذلك تعرفون هذا لما في مجلس ابن زياد، لما الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه أراد أن يصعد المنبر، فما قبل يزيد أو ما قبل ابن زياد، بعض الجلاس قال: وما يحسن هذا الصبي من الكلام،
شنو هذا عنده؟ ليش تخاف؟ فقال والله لأن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. يكشفنا هذا. الناس لما تعرف مستواه وفهمه وعلمه وما عنده ومكانته وقرابته بعد ذلك احنا ننفضح. الرواية لطيفة عن موسى بن عقبة أن معاوية بن أبي سفيان أمر الحسين عليه السلام أن يصعد المنبر فيخطب. يقول فخطب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم تفضل. حياكم تفضل إن شاء الله. عليكم السلام شيخنا. حياكم الله. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير شيخنا. فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال نحن حزب الله الغالبون وعترة نبيه الأقربون وأحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله صلى الله عليه وآله ثاني كتاب الله فيه تفصيل لكل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والمعول علينا في تفسيره لا نتظنى تأويله. لما نأول ما نعتمد على الظن وعلى الاحتمال وعلى التخميل، لا، هذه ميزة من ميزات تفسير أهل البيت أنه مبني على قطعيات. لما يقول الإمام الآية هكذا معناها هكذا، مو بالتظني مو بالتخميل مو بالاحتمال. حتى احنا العلماء، علماء مدرسة أهل البيت، لما يجي إلى بعض الآيات المشكلات من الآيات، خب بعد ذلك يقول وفي الآية احتمال، يعني مبنين على شنو؟ على احتمالات اجتهادية وقواعد علمية، لكن ليس ما يبديه هو شيء قطعي يقيني، لا. أما الإمام الصادق الإمام الباقر وأئمة أهل البيت لما يفسرون آية ليست مبنية على التظني والتخمين والاحتمال، لا نتظنى تأويله بل نتبع حقائقه فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ بطاعة الله مقرونة. ليش طاعتنا مفروضة؟ لأنها مقرونة بطاعة. قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم من شيء في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى آخر الحديث. لاحظوا هذه الأحاديث كنماذج، هذه الأحاديث تؤكد على هذه القضية أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين تنحصر بهم المرجعية الدينية بما تمثله من بيان أحكام، بما تمثله من تفسير قرآن، بما تمثله من بيان معارف الدين، بما تمثله من بيان معالم الدين، بما تمثله من بيان ما يرجع إلى كل ما يتصل بالدين، سواء كان مسألة عقائدية، مسألة تشريعية، مسألة أخلاقية، مسألة بيان رأي الدين في أي موضوع من الموضوعات. هذه المرجعية الدينية منحصرة بهم صلوات الله وسلامه عليهم. لا يجوز لأحد ولا يسع أحد من المسلمين أن يتجاوز هذه المرجعية. يعني إذا تجاوز هذه المرجعية رأيه لا يؤمن منه الزيغ والانحراف والضلال والسقطة. الأمان في اتباع أقوالهم. هذه فرضت يعني العلم بكل هذه الملابسات وهذه الظروف، فرضت أنه لا يمكن أن نأخذ تفسير القرآن من غير أئمة أهل البيت. طبيعي إذا كان القرآن له ملابسات وظروف ومجموعة من الخصائص ما يمكن لكل أحد أن يطلع عليها، ولا يطلع عليها إلا فئة من الناس، شريحة من الناس هم الذين اختصوا بهذا العلم، من الطبيعي ما يمكن لأحد أن يترك قول من يعلم بكل هذه الظروف، بكل هذه الملابسات، بكل هذه الخصائص، محيط بكل ذلك، ويذهب إلى قول ابن عباس أو يذهب إلى قول عبد الله بن مسعود أو يذهب إلى قول أبي أو إلى غيره من الصحابة أو التابعين أو أئمة المذاهب، لأن هؤلاء لم يحيطوا بكل هذه الظروف وكل هذه الخصائص التي منحت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الاختصاص بفهم القرآن دون غيرهم. ولذلك احنا لما نفهم هي الكلمة
لا يعلم القرآن أو لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، مو قضية مدح وثناء، قضية واقعية، لأن كما قلت هذا العامل وهو اكتناف القرآن بظروف وملابسات، هذه الظروف والملابسات تفرض نفسها على فهم القرآن، بحيث الإنسان إذا ما ملتفت إلى هذه الظروف والملابسات وما يعلم بالخاص من العام المطلق من المقيد الناسخ من المنسوخ المحكم من المتشابه، طبيعي أنه سوف يقع في تفسيره للقرآن الكريم في أخطاء واشتباهات، حتما هذا يقع. أما الذي يعلم بكل هذه الظروف وبهذه الخصائص وبهذه المؤثرات يكون فهم قطعا مطابق لمرادات ومقاصد القرآن الكريم. فمن الطبيعي من دون حاجة إلى نصوص خاصة، نفس هي القضية تفرض على الأمة الإسلامية أن تأخذ بتفسير أئمة أهل البيت، مع غض النظر عما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث تؤكد على مرجعيتهم الدينية وعلى النهي عن التقدم عليهم أو التأخر عنهم أو تعليمهم، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، ولا تتقدموا عليهم ولا تتأخروا عنهم، لا التقدم لا التأخر لا تعليمهم لأنهم أعلم. رواية لطيفة وجدتها في لعله كتاب قرب المودة للطبراني، يذكر رواية طويلة أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان حاضر في المسجد، وقعت مسألة اختلف فيها الصحابة، وأمير المؤمنين كان ساكت لعله مشغول بصلاة أو بقراءة قرآن، ثم جاء ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له ما حدث، يعني أن الصحابة قاعدين يتحدثون ويتناقشون وصار بينهم الجدل في هذا الموضوع، فأمير المؤمنين ساكت ما رجعوا إليه. غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسا غضب، قال إياكم، يعني تحذير، هي لها الألفاظ، احنا اللغة العربية لما نلتفت إلى مذاليلها نفهم معناها الحقيقي، إياكم يعني تحذير شديد، مثل ما الآن بعض البيانات السياسية أو القرارات لما تصدر من الدولة لغتها التحذيرية شديدة، له ليش؟ حتى ترفع الوعي عند المواطن بأن هذه الأمور لا يمكن مخالفتها، مخالفتها وراها عقوبة شديدة. هاي بعد لفظة إياكم يعني لغة تحذيرية شديدة، إياكم أن يخوض أحدكم في الدين وعلي حاضر، ما يمكن أنه ما يحق لأحد، يمكن إذا علي مو موجود معذور إنسان يتكلم يقول باعتبار ما أقدر أوصل للإمام، أما مع وجود علي صلوات الله وسلامه عليه لا يحق لأحد أن يخوض في الدين، أي شيء يرتبط بالدين ما يمكن للإنسان أن يخوضه مع وجود علي صلوات الله وسلامه عليه. هاي النقطة الأولى اللي أختزل الحديث حولها. النقطة الثانية المهمة، يوجد لدينا مصطلحان، المصطلح الأول الأخذ بالظهور وعندنا تفسير، هل الأخذ بظهور القرآن نفسه هو التفسير أو شيء آخر؟ العلماء يقولون بأنه الأخذ بالظهور مو تفسير، التفسير هو كشف حقائق القرآن، بيان مقاصد القرآن، غير مسألة أنه الأخذ بالظهور. أضرب لكم مثال، الآن مثلا لما القرآن يتحدث ويتكلم مثلا عن قصة نوح وأنه شلون كان يصنع السفينة ويمر به ماذا قومه يسخرون منه، إلى مثلا انتهاء الأمر بغرق القوم، غرق الناس ومرور على ابنه وقال لي اركب معنا ورفض وإلى آخره. خب هاي ما تحتاج إلى أكثر من أن الإنسان يعرف اللغة العربية، أي إنسان يفهم اللغة العربية ويمتلك اللسان العربي يفهم هذا المعنى، ما يتوقف على شيء ماذا آخر. بل يقول العلماء أنه لو مفردة فرضنا ما نفهمها نرجع إلى القاموس يعطينا معناها،
قال لا عاصم من أمر الله. وش معنى عاصم؟ مثلا أنا ما أفهم، قد يكون ما أفهمها معناها بوحدها، في ضمن السياق أفهمها، في ضمن السياق أفهمها، لكن لوحدها ما أفهمها، هذا ما يأثر على الظهور. فالإنسان لما يقول له تعال اشرح لنا قصة نوح من القرآن الكريم، فهو لما يتكلم عن قضية نوح وفق الظهور القرآني، هذا ما يسمونه شنو؟ تفسير. هذا لا يعد تفسيرا. الأخذ بالظهورات القرآنية ليس تفسيرا، أي لابد نفهمها. التفسير هو الشيء اللي أعمق من الأخذ بالظاهر، وهو بيان المقاصد الواقعية للقرآن الكريم. ليش؟ لأنه مأخوذ من سفر. سفر يعني شنو؟ كشف. ولذلك تقول أسفرت المرأة عن وجهها، يعني شنو؟ كشف. فالتفسير مشتق، التفسير مشتق من سفر. السفر بمعنى شنو؟ وأسفر يعني بمعنى ماذا؟ كشف، يعني أكو شيء وراء اللفظ. هذا وراء اللفظ، ما وراء اللفظ ما يمكن أن نكشفه أحنا أنفسنا، بما لدينا من علم، بما لدينا من أدوات لا نستطيع. لو تقول لي لا يمكن، أقول حتى لو أمكن لشخص أن يقول أن هذا ما تعنيه الآية وما تقصده، لكن يفتقد صورة القطع. ما يمكن يكون هذه النتيجة التي وصلت لها هي نتيجة شنو؟ قطعية. بخلاف أئمة أهل البيت في التفسير، ما يكشفون عنه من مقاصد القرآن، ما يكشفون عنه من حقائق القرآن، هي شنو؟ قطعية. ما يقول الإمام حاشاه أنه يقول أحتمل، أتوقع، أو مثلا وفي الآية احتمال. الإمام لا، الإمام ما يكشف عنه بقوله الآية تعني كذا أو عن الله بهذا المعنى، هذه قطعية. ولذلك هذه ميزة من ميزات التفسير عند أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم، أنه واحد التفسير مو شيء من الظاهر، ما له ارتباط بالظاهر، وإنما هو كشف عن المرادات الواقعية. هذا واحد. اثنين، من ميزاته أن هذا الكشف كشف شنو؟ قطعي، مو مبني على الاحتمال والتخمين أو بحسب ما تقوده الصناعة العلمية. لا 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 لا، هذا اللي إنسان يجيب في الآية احتمال، يقول فيها احتمال كذا واحتمال كذا واحتمال كذا، هذا معتمد على شنو؟ الأدوات الاجتهادية العلمية المتاحة بين يديه، فيقول الآية يحتمل فيها كذا ويحتمل فيها كذا ويحتمل فيها كذا. إذا تراجعون للتفاسير دائما مثلا يقول في الآية خمسة وجوه، خمسة احتمالات، يعني في بيان معناها. هذا مبني على ضرب من التخمين وضرب من الاحتمالات وإعمال الصناعة العلمية. أئمة أهل البيت لا، أئمة أهل البيت يقول عنت الآية. هذا لاحظوا في تفسير قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشي، يقول البئر المعطلة هو الإمام الصامت. زين احنا ما هي ما لها ربط بالظهور، هي ما لها ربط بالظهور. احنا نفهم بئر هي البئر التي يستخرج منها الماء، صحيح لو لا؟ بئر معطلة يعني ما يستفاد منها هالشكل. اما انه مثلا ماكو أداة مثلا نسحب منها الماء، او فرضنا ما يمكن نصل لها، الإمام يقول بئر معطلة، يعني هو الإمام الصامت اللي حكمت عليه الظروف، ظروفه أنه ما يتكلم. والقصر المشيد هو ماذا؟ الإمام الناطق. هذا ما لي ماذا؟ ما لي ربط بالظهور أصلا. الظهور يعطي شيء، لكن الإمام يكشف، الإمام سلام الله عليه يكشف عن المراد الواقعي للآية، أن المراد الواقعي من البئر المعطلة هو ماذا؟ الإمام الصامت. والقصر المشيد هو ماذا؟ الإمام الناطق. مثلا في الآية المباركة وليوفوا نذورهم، الآية ويطوفوا بهذا البيت العتيق، وليطوفوا بهذا البيت العتيق، ها ما فيها واو؟
اللي يطوفوا بالبيت العتيق. الإمام لاحظوا، الإمام يقول إنما أمروا أن يطوفوا بهذا البيت بهذه الأحجار حتى شنو؟ يرجعوا إلينا ويعرضوا علينا أمور دينهم. خب ظاهر الآية أنه المطلوب أن احنا نطوف بالكعبة، مو هالشكل. الإمام سلام الله عليه يقول لا، مو هذا الغرض الحقيقي من الآية. الغرض الحقيقي أنه أمروا بالحاج وطواف بالبيت حتى يلتقوا بنا أئمة أهل البيت ويأخذوا ماذا؟ معالم دينهم. هذا أنا وأنت ما نفهمه قطعا، لا أنا لا أنت لا عبد الله بن مسعود لا ابن عباس لا فلان لا عكرمة لا أبدا لا صحابة لا تابعين لا أئمة مذاهب. هذا الذي يفهمه من؟ يفهمه أئمة أهل البيت الذين حصرت الأحاديث مرجعيتهم، مرجعية الناس، مرجعية الدين بهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن في النقطة الثانية نريد نقول الظهور، الأخذ بالظهور ليس هو تفسير للقرآن، التفسير هو الكشف عن المقاصد الواقعية، والكشف عن المقاصد الواقعية بنحو القطع لا يمكن أن نأخذه كدين ونسلم به كدين إلا إذا جاء عن المعصوم الذين أمر الله تعالى باتباعهم. أي مسألة مهمة. الأمر النقطة الثالثة اللي لابد أن نفهمها وأشار إليها الكثير من المحققين من علمائنا منهم السيد الخوئي رحمه الله، وأظنها أنها مسألة يعني ليست مسألة رأي إنما هي مسألة إجماعية أيضا مختصرة، وأختم بها الحديث. احنا هذه الظواهر القرآنية يعني ما نستفيده من ظاهر القرآن هو حجة، لكن إذا جاءت آية رواية تفسر الظاهر بخلاف ما يعطيه ظاهر اللفظ يقولون هذا الظاهر لا يكون حجة، بل يكون الحجة وما دلت عليه الرواية. هالشكل يعني الآن لو فرضنا الآية ظاهرها شيء، ما تعطيه الآية من ظاهر شيء، لكن جاءت رواية معتبرة حجة من حيث السند، هاي الرواية المعتبرة والتي هي حجة من حيث السند تقول المعنى هالشكل مو مثل ما تفهمون. وهذا كثيرا ما نجده في روايات أهل البيت، تجد أن الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو أي إمام من أئمتنا يقول ليس المعنى كما تفهم، إنما عن الله. لاحظوا هذا التعبير. هذا الظاهر حينئذ ما يمكن نأخذ به وما يمكن أن نعمل به أصلا، بل يكون العمل وما هو حجة ما دلت عليه الرواية المعتبرة. ليش؟ لأن هذا مقتضى مرجعيتهم بحسب حديث الثقلين، بمقتضى حديث الثقلين الذي هو حديث متواتر وحصر المرجعية الدينية بما يشمل تفسير القرآن بهم. حديث الثقلين مو يدل على مرجعيتهم الدينية، وحصر المرجعية الدينية بهم من جهة يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. خب هذا معناه أنه إذا جاءت رواية معتبرة تفسر القرآن ظاهر القرآن وتبين أن المقصود من الآية ليس كما تعطيه ظواهرها اللفظية وما تدل عليه ظواهر الكلمات، مقتضى مرجعيتهم الديني نرفع إيدنا عن هذا الظاهر ونأخذ ماذا؟ بما دلت عليه الرواية. إذا ما التزمنا بهذا معناه أن احنا حديث الثقلين ضربنا به عرض الجذاء، معناه أن حديث الثقلين لم نعمل به. العمل بمقتضى حديث الثقلين أن ما دلت عليه الروايات المعتبرة من تفسير لظواهر القرآن وخروج عن ظواهر القرآن يلزمنا أن نأخذ بما دلت عليه الروايات، وإلا إذا ما أخذنا بما دلت عليه هاي الروايات معناه أننا لم نؤمن بحديث الثقلين. وحديث الثقلين حديث شنو؟ متواتر، مو حديث آحاد، وإنما هو حديث متواتر. فهذه ميزة أيضا من ميزات تفسير القرآن عند أهل البيت، أن الظواهر القرآنية حجة
يؤخذ بها إلا إذا جاءت رواية معتبرة عن أئمة أهل البيت تفسر الآية على خلاف ظاهرها، فإننا ملزمون بأن نترك هذا الظاهر ونأخذ بما دلت عليه الروايات. لما تسألني ما هو الدليل على ذلك، أقول لك الدليل هو حديث الثقلين الذي دل على حصر المرجعية الدينية بهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذه نقاط ثلاثة أو أربع كمدخل للحديث عن مميزات التفسير عند مدرسة أهل البيت حتى لا يضيق الوقت. إذا صارت فرصة وفي العمر مدة ونوفق إن شاء الله نتناول هذا الموضوع الأساسي. أسأل الله عز وجل أن أكون وفقت لأداء شيء يسير بسيط من الواجب علينا اتجاه بيان مدرسة أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم. هذه المدرسة التي هي غريبة حتى بيننا نحن أبناء هذه المدرسة، لأن الإنسان لما يقرأ روايات أهل البيت ويلتفت إلى ما اشتملت عليه من نكات وعلوم يدرك بأن هذه المدرسة حتى بيننا هي مدرسة مظلومة، مدرسة لم تبين، مدرسة لم تكشف حقائقها كما ينبغي، مدرسة ما زلنا لا نمتلك الكثير في الحقيقة، يعني مو شيء مجاملة، لا نمتلك الكثير من تفاصيلها. لو ازددنا معرفة بتفاصيل هذه المدرسة وقفنا على أبعاد هذه المدرسة بلا شك نزداد يقينا، ازداد يقين، مو إذا كشف لي الغطاء مزدت يقينا، لا، إذا انكشف لنا الغطاء عن هذه الجهات والنواحي نزداد يقين أكثر فأكثر وقناعة أكثر وأكثر بأن اتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم هو ما أراده الله عز وجل أولا، وثانيا بأنه لا يمكن للإنسان أي عاقل يدرك هذه الحقائق أن يترك اتباع أهل البيت ويتبع غيرهم مهما وصلوا من علم، مهما حصلوا من معرفة، لا يسيغ له أن يترك قول أهل البيت ويأخذ بقول غيرهم. ثالثا أنهم كما قلت في أثناء الحديث أهم ميزة، وهي ميزة مصيرية لأنها ترتبط بمصير الإنسان الأخروي، وهو أنه لا هداية ولا أمان من الزيغ ولا أمان من السقط والوقوع إلا باتباع مدرسة أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم. وأما الأخذ بغير قولهم فهو معه الوقوع في الزيغ، الوقوع في الانحراف، الوقوع في السقطة التي لا يؤمن معها من العقاب الأخروي. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على محبتهم والبراءة من أعدائهم، وأن يحيينا ما أحيانا على موالاتهم واتباع منهجهم، وأن يميتنا ما أماتنا على موالاتهم ومحبتهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كل الشكر والامتنان لسماحة العلامة الشيخ محمود العالي، ونسأل الله أن يطول عمره في خدمة الإسلام والمسلمين جميعا إن شاء الله. أي ما في معنى هذا اللي ذكرته الآن مهم جدا، لكن مع الأسف الشديد أن بعض الموجودين في المجتمع بشكل عام ما يطبقون هذا الشيء، ما في أي مجال للتطبيق فيه، بل أن بعضهم يقول لك إحنا نرجع للتفسير الفلاني والتفسير الفلاني والتفسير الفلاني، وهذا ما في يعني مو كاشف عنه. بعضهم يذكر آراء البيت، بعضهم ما يذكر آراء البيت، ويقول لك استدل احنا على انه
مثلا التدبر، خاصه مجال التدبر في القران الكريم، فلا يتدبرون القران على قلوبنا اقوالوا الى اخر الايه. يقول لك احنا مامورين بالتدبر، احنا نشوف هاي الايه ونشوف ان التدبر فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فاستنبط من خلال قراءاته للقران يتدبر اشياء ويذكرها. ما في رجوع الى اهل البيت، ما في اي رجوع في هذا الباب الى اهل البيت. فما ادري وش رايكم في هذا الموضوع بشكل عام، لانه منتشر صراحه في المجتمع بشكل عام. الله يحفظكم شيخنا، سلمك. بالنسبة إلى الرجوع إلى التفاسير، لابد نلتفت أن التفاسير مو كلها على نسق واحد. تفاسير اللي كتبها العلماء على أنحاء مختلفة، بعض التفاسير أصلا هي تفاسير تخصصية، بمعنى الإنسان إذا ما يمتلك المقدمات وآليات علمية لفهم أي المطالب أصلاً ما يستفيد منها. مثل إنسان أصلاً ما دارس شيء من الفلسفة يقول أنا بفتح الأسفار لملا صدرة وبقرأ منه، هي مو قصة ألف ليلة وليلة، خطأ. هي مو كتاب قصة ألف ليلة وليلة أنت بتقرأ منه وكليلة ودمنه، هذا كتاب تخصصي، لابد أنت دارس مطالب وفاهم الفلسفة حتى تقرأ الأسفار. بعض التفاسير، جيب لي على مثال تفسير الفخر الرازي، جيب لي على مثال تفسير العلامة الطباطبائي، مثال على ذلك تفسير الألوسي وغير ما، هي تفاسير تخصصية. إذا إنسان يعني اسمحوا لي مو من باب شيء وإنما من بيان حقيقة، إذا مو حوزوي بمعنى الكلمة لا يمكن أن يستفيد من هذه التفاسير إلا بنسبة لا ينتفع منها شيء. يمكن إذا فتح وقرأ صفحتين ثلاث من تفسير الرازي أو العلامة يمكن يستفيد بنسبة 300-400%، هاي شنو النسبة في مقابل 97 مثلا ما مستفيد، ما ينتفع منها. هذا قسم من التفاسير، من يقدر يقول والله أنا رجعت إلى الرازي ورجعت إلى تفسير الطباطبائي ورجعت إلى تفسير الألوسي وهالشكل، هذا خطأ، لأن هذه تفاسير تخصصية ما يمكن استفيد منها إلا إذا هو حوزوي بمعنى الكلمة. أكو قسم من التفاسير، هاي تفاسير شرح الكلمات مو أكثر، مثل القاموس أنا أفتحه وهذا. أكو تفسيرات متوسطة، هاي التفسيرات المتوسطة متاحة للجميع أن يستفيد منها، مثل تفسير الشيخ محمد جواد مغنية مو الكاشف، تفسير آخر اسمه تفسير المبين. هذا التفسير المبين لطيف، يمكن للإنسان حتى غير الحوزوي أن يستفيد منه في فهم آيات القرآن، وهذا متاح للجميع، حوزوي أو غير حوزوي يستفيد منه. الحوزوي قد يستفيد منه كمفاتيح لمطالب، غير الحوزوي يستفيد منه في فهم الآيات بشكل عام، يتكون لديه فهم حول ما الآية. هذا لا بأس أن يرجع للتفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية، كتاب قيم. تفسير الكاشف أيضا لا بأس به، لكن أما التفاسير الأخرى يقول الإنسان أنا أقرأ واستفيد منها إذا مو حوزوي، هذا خطأ، تصير نسبة استفادة منها نسبة ضئيلة لا يعتنى بها عند العقلاء. هذا التعليق الأول على ما تفضلتم به. التعليق الثاني، مو معنى التدبر أن القرآن هالشكل، يعني كل واحد يجي ويفتح القرآن ويقول فيه ما يفهمه، فإن هذا لا يؤمن معه من كونه يفسر القرآن برأيه، فيكون مشمول لهذه الحديث التي تحذر وتمنع من أن الإنسان يفسر القرآن برأيه. يعني موجود شبهة كبيرة أن الإنسان اللي يتدبر بهذه الطريقة بهذا النحو يقع في هذا المحذور، هو تفسير القرآن برأيه. هذا شيء. الشيء الثاني، إحنا لما نجي للتدبر، شنو المقصود من التدبر؟ يعني التدبر أن نطرح كل آيات القرآن ونتدبر فيها، هالشكل هذا معناه؟ أو أن المقصود من التدبر هو ما يوصل الإنسان إلى هذا الغرض الذي جاء من أجله القرآن الكريم؟ ما هو الغرض الذي جاء من أجل القرآن الكريم؟ الغرض الذي جاء من أجله القرآن الكريم هداية الإنسان
تعميق إيمان بالله سبحانه وتعالى، تعميق تقواه بالله سبحانه وتعالى، تعميق إيمان بالأنبياء والرسل واليوم الآخر، تعميق إيمانه بالالتزام والانضباط. هذا الهدف الذي جاء من أجل القرآن نوجز في هداية الإنسان، هداية الإنسان. فأنت لما تتدبر لابد تتدبر، هذا التدبر لا يخرجك عن صراط الهداية، يعمق فيك الإيمان بالله. وهذا يعني شنو؟ يعني هناك القرآن تناول مجموعة من الحقائق، مثل حقيقة أن هناك خالق حكيم عالم قادر مدبر لهذا الكون، هذه حقيقة. حقيقة أخرى القرآن الكريم يتناولها أنه هذه الحياة الدنيا لابد تتعقبها حياة أخرى، وإلا إذا لم تتعقبها حياة أخرى تكون هذه عبث، أي حقيقة يتناولها القرآن. حقيقة يتناولها القرآن الكريم أنه ما يمكن أن الناس من دون نبي من دون هادي أبدا، هذه سنة إلهية، هي حقائق. إنسان لما يتدبر هذه الحقائق ويتأملها قطعا يقوده هذا التدبر الصادق الموضوعي إلى هذا الهدف اللي يركز عليه القرآن، وهو وجود إله خالق حكيم عالم قادر خلق هذا الكون دبر هذا الكون. هذا التدبر الصحيح يقوده إلى هذا الإيمان، كما أنه إذا تدبر في الآيات التي تدل على بعثة الأنبياء وحياة الأنبياء والآيات التي تناولت ما تعرض له الأنبياء من أذى وقتل ومعاناة في سبيل تركيز التوحيد في المجتمع، يقوده الإيمان إلى وجود الأنبياء وضرورة أنه في كل الأزمنة أن هناك واسطة بين الله وبين خلقه، يقود الإيمان. إذا تدبر في الآيات اللي تتكلم عن الآخرة واليوم ويوم المعاد والقيامة، يقود هذا التدبر إلى الإيمان بأن هناك حياة بعد هذا. أما أنا أجي أتدبر في آيات الأحكام أو أتدبر في آيات أخرى أو أطرح هذه الآيات لفهمي وأحكم فهمي يعني خلفياته وقبلياته، هذا يقود إلى كثير من المحاذير. عملية التدبير التدبر هي عملية يهدف إليها القرآن في ضمن أهدافه، مو تخرج عن أهدافه، مو تخرج عن أهدافه، في ضمن أهدافه وغاياته، فلا بد أن تكون المسألة مضبطة بهذه الضوابط. وأنتم من المحسنين. تفضل الأستاذ. الساحة في سرام أمين من مدرسة رواهية والمدرسة الأخرى، يعني أنواعها مختلفة. وضع العلماء قواعد التفسير ويسيرون على هذه القواعد، وخرجت مجموعة من التفاسير على الساحة. يعني لو أخذنا تفسير السبزواري مثلا، تفسير مقال الشيرازي، تفسير يعني تفسيرات الموجودة على الساحة، أنصار لهذه المدرسة وأنصار لهذه المدرسة. لو جينا إلى المدرسة الروائية، أرى أن المدرسة الروائية هي تأويل وليس تفسير. أنا لما أقرأ في تفسير القرآن مثلاً أشوف أنه كل تأويل. حتى أنت تفضلت ذكر بعض الروايات الفعل المعطل، هذا هو تأويل وليس تفسير. فالصراع الموجود ما المخرج منه في هذا الحال؟ هل نفس ما تفضل الشيخ أبو محمد نبتعد عن التفاسير الموجودة لأن ما نفهمها، نروح مثلاً إلى تفسير القرآن لأنه معتمد على رواية أهل البيت، أما الحديث؟ بالنسبة إلى الاتجاهات التفسيرية، تفسير اتجاه التفسيري، إذا نريد نقول بأنه بكل الروايات والآثار الواردة نفسر به القرآن ونأخذه ونعتمد كمصدر أساسي في تفسير القرآن ونلغي بقية الضوابط، هذا خطأ. لا يمكن أن يكون هناك عالم محقق مدقق يلتزم بهذا إلا إذا يكون هو يعني لا يمتلك معايير علمية. أما العالم المحقق المدقق اللي يمتلك المعايير الصحيحة العلمية ما يمكن أن ينتهي إلى هذه النتيجة، وهو أنه كل ما جاءنا من روايات، كل ما جاءنا من أحاديث نفسر بها القرآن. هذه الأحاديث محكومة بقاعدة أيضا،
وهو أنه ما وافق كتاب الله نأخذ به، ما خالف كتاب الله لا يمكن الأخذ به. هناك قواعد تحكم على هذه الروايات، فما يمكن أن نأخذ بهذه الروايات بمعزل عن هذه القواعد العامة، سواء كان هذه الروايات متعلقة بأحكام حلال وحرام وغير، أو كانت هذه الروايات مرتبطة بتفسير القرآن. بالطبيعي أنها تخضع لهذه المجموعة من الضوابط: صحة السند، موافقة الكتاب، ألا تخالف ضرورة العقل، ألا تخالف مسلمة من مسلمات الدين، لا بد نخضعها. أما أنه نكون حشوية نأخذ بكل رواية جاءت في تفسير القرآن ما يمكن، مع الالتفات إلى ما ذكرته تحت عنوان المناخات التي من جملتها وجود الكذبة الذين فتح أمامهم المجال لأن يجعلوا روايات على لسان الرسول، سواء كان متعلقة بالأحكام أو متعلقة بتفسير القرآن. مع وجود هذه المناخات ما يمكن لإنسان لديه عقل أن يقبل بكل رواية جاءت بعنوان أنه رواية عن رسول الله أو عن الإمام ويأخذ بها. واضح. النقطة الثانية المهمة، صحيح هناك باعتبار أنه يعني لم يسع الوقت للوصول إلى هذه النقطة، وهو ما هو الفرق بين التفسير والتأويل. في نقطة اشتراك بين التفسير والتأويل ونقطة افتراق. نقطة الاشتراك أنه التفسير والتأويل هو عبارة عن كشف المرادات الحقيقية لهي الظواهر، فهي اتفق فيها التفسير والتأويل. لكن في نقطة افتراق، وهو أن التأويل أشد من التفسير، لأن التأويل تجسيد للحقائق اللي يشير لها القرآن، وهذا التفسير قد لا يشير إلى هذه النقطة وتجسد الحقائق اللي يشير لها القرآن الكريم. أما التأويل مرتبة أعلى، وهو أنه يتجاوز مسألة بيان المعنى الحقيقي إلى بيان تجسد هذه الحقائق وتحققها في الخارج اللي يشير إليه العلامة الطباطبائي وغيره. ما أريد أن أقوله بأنه التفسير والتأويل يشتركان في نقطة، ويفترق التأويل عن التفسير أنه نقطة فوق التفسير. البرهان احنا لا نريد نعطيه يعني قيمة مطلقة ونقول بأن هذا هو التفسير الصحيح الذي يجب أن يعتمد، ولا نريد أنه احنا نفقد قيمته. نقول هذا مجموع روايات، ومو بالضرورة أن السيد هاشم رحمه الله لما أودع هذه الروايات في هذا الكتاب هو مؤمن بها ويراها حجة، إنما كان هدفهم أهم شيء أن يجمعون هذه الروايات تحقيقها، تنقيحها، خاضع للمقاييس العلمية التي من مسؤولية العلماء والمختصين. فلحنا نريد نقول تفسير البرهان هو التفسير الذي لا يصح أن نتجاوز إلى غيره، وبقية التفاسير لا قيمة لها، فإن هذا غلو بلا سبب بلا مبرر. ولا نريد نقول لا، هذا لا سمح الله، لا، هذا عمل جهد علمي يشكر عليه ويدعى لمؤلفه بما قدم من خدمات جليلة، وفي نفس الوقت يخضع للمقاييس العلمية. جتنا رواية لا في تفسير آية من الآيات، لا بد أن نخضعها كما هو شأن العلماء للمقاييس العلمية، فإما أن تكون موافقة لهذه المقاييس أخذنا بها، أما أن تكون مخالفة نحن معذورون حينئذ في تركها لأنها مخالفة للمقاييس، وهي المقاييس نص عليها الدين. مسألة هي التفاسير اللي تفضلتم بها، صحيح هناك تفاسير بذل علماؤنا يعني جهد في هذا العمل مع ما يتوفرون عليه من مستويات علمية. مواهب الرحمن للسيد السبزواري رضوان الله تعالى عليه، تفسير الميزان الأمثل، تفسير الشيخ الجواد الآملي حفظه الله الذي هو تسنيم، هاي تفاسير يعني بلا شك أنها تمثل قفزة، أستطيع أن أقول أنها قفزة نوعية في دنيا التفسير، لأنها جاءت من علماء. هؤلاء العلماء مو فقط بعد واحد في شخصيتهم بعد فقهي،
إذا جينا إلى العلامة الطباطبائي، سيد عبد الأعلى السبزواري، الشيخ الجواد الآملي، الشيخ ناصر المكارم شيرازي، شخصيات شهدت لها المحافل العلمية والفكرية بتمتعها بمستوى عالي من الفقاهة، بمستوى من التبحر في الروايات والاطلاع عليها، بمستوى من المعرفة بالفلسفة وقواعدها، بالاطلاع على العرفان، بالاطلاع على الأخلاق، بالاطلاع على العقائد. فطبيعي أنه هذا المجهود لما يأتي من مثل هذا العالم المنبسط على كل هذه العلوم تطلع نتاج علمي بامتياز. فهذه التفاسير مو انتقاص لتفاسير متقدمة، تلك جهود محترمة، لكن هذه التفاسير بطبيعة ما وقف عليها هؤلاء على تلك التفاسير وضموا ما علموه إلى ما تميزوا به، يعني مو في الرواية أعلم الناس من جمع علمه إلى علمي غيره، فهؤلاء توفروا على تلك التفاسير وقفوا عليها ومحصوها ونقدوها وميزوا بين ما هو صحيح وسليم من هذه الآراء وما فيه خلل. فهذا طبيعي يعطي تفسيرهم تفسير قوة وتقدم على تلك التفاسير، وتبقى يبقى العمل البشري مهما كان يأتي من يستدرك عليه، يعني الكلمة المعروفة كل أحد يؤخذ منه ويترك إلا قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء مهما وصلوا من مستوى وقدموا من نتاج مشكور، لأنه أكو مجال يمكن إنسان الآن تسليم يقول هو التفسير اللي ليس، بس لما يجي العالم المتبحر قد يلحظ بعض الملاحظات، قد يجد أن هناك بطبيعة أنه عمل بشري. تبقى هذه كلها جهود يشكر عليها، وواقعا ما قدموا هؤلاء العلماء الأعاظم في تفسير القرآن خدمات راقية وخدمات نافعة. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الأعمال من ما تثقل به موازينهم، وهي موازين مثقلة إن شاء الله. أنتم من أحسن الله. الله يحفظكم عزيزي، وكذلك أشكركم. الله يسلمكم إن شاء الله.